الصعيد مفيش فرح من غير العيش الشمسي. ازيك يا حاجة؟ الله يسلمك يا بيه. قولي لي ده عيش شمسي مش كده؟ اه عيش شمسي. هو كل الافراح لازم يبقى فيها عيش شمسي؟ هي كل افراح عيش شمسي. امال ايه؟ كده انت عجنتي وبعدين قطعتيه كده وقرصتيه وكده؟ ايوه غمرفين. اه وكده بقى يتشمس، لازم يتنشف السبع عشان يختمر. ايوه. السبع قد ايه بقى؟ ايوه ساعتين بس، بعد كده ناخده. داخل جوه داخل. وانا حاسس انه حاله الخبيز فيها فرحه للعيال الصغيره كمان. ايوه فرحانين. ايوه بتاع فرح. هي صح. اه ايه اللي بيتعمل في الفرح بقى؟ التجهيزات بتاعت الفرح والخبيز وكده احكي لي عنه. نخبز البسكويت ونخبز الفايش باللبن والسمن، وبعدين ده بنوديه في الافراح، وبعد كده نخبز بتاع الدخله ده بتاع العزومه الرخفه. وده بيتقدم امتى وازاي؟ نهار الدخله ده نطبخ الطبيخ يتغدوا بيه. نهار الفرن هنخبز. الخبز على طول مفيش اي حاجه بتتعمل بقى فيه؟ لا هنخبز. امال ايه تشريطه بقى من الجناب ده وحاجات؟ عشان ما يبقاش منفوخ قوي، يبقى حلو مفروم. عشان ما يتنفخش قوي. يقعد قد ايه بقى في الفرن كده جوه؟ 5 دقايق كده ويطير. انتوا بتجيبوا الدقيق منين بقى؟ من الزرع بتاعتنا زارعينها يعني. انتوا بتبقوا زارعين بقى ده دقيق قمح ولا ايه؟ ايه قمح ولا ذره؟ لا قمح. في ستات في الصعيد ما بيعرفوش يخبزوا؟ في اللي طالع اليوم ده، لكن احنا كبار بنعرف نخبز. اللي الجيل بيختلف عن التاني. طب واللي ما بتعرفش تخبز ده بقى ايه؟ نخبزها احنا. انتوا تخبزوها؟ ايه امها خليتها عمتها تخبز. قال العيال دي لسه ما تعرفش تخبز غصب عنها، ما تعرفش. لسه. هي الويكه لازم تتعمل معاها لحمه مش كده، ولا ينفع تتعمل من غير؟ اي حاجه اي حاجه. فرخه، بطه، ديك رومي، المهم المرقه بتاعتها. طب واللي ما عندوش بقى لحمه ولا كده ما ينفعش ياكل ويكه؟ لا ياكل اهو. اه مرقه الدجاج الجاهزه دي. الويكه اكله اساسيه في الصعيد؟ يعني ما فيش بيت في الصعيد ما بيعملش ويكه؟ لا ده اكل اساسي في الصعيد. الويكه يعني لما اغدن يحطوا باميه بدمعه يقول لك انتوا مولفين على الطبيخ الاحمر. يعايرونا. ليه؟ عشان احنا هنا. عاملين احنا في بلاد بره. حطي بقى الباميه اللي اتقطعت الويكه دي تتحط في الشوربه. لغايه ما تستوي. تسيبيها قد ايه بقى على النار كده في الشوربه؟ حلو الباميه تستوي. نص ساعه عشان الجبحه وكده. ايه اهم الاكلات بقى في الصعيد غير الويكه؟ تقطع طماطمايه على جبنه قديمه. على بطين. نحط على طبليه شرخه باذنجان مسلوقه. نحط على طبليه وناكل. غدا فطار فول مدمر. الفقير في الصعيد اكله يختلف عن الغني في ايه؟ ده ماخده في اللحم. لكن هنا مثلا طعميه، فول مدمر، حته جبنه، اكل الغلابي. ده اكل الغلابي. لا اكل الغلابي. انما الويكه واللحمه دي يعني للي حالته متيسره. كل شهر مره، كل 20 يوم مره. كده الويكه. لا دي الويكه ولا ايه؟ اي طبيخ. اكله الويكه دي تكفي كم فرد اللي انت عاملاها دي؟ لما يكون عيلة ما تقعدش. فطار غدا عشاء خلاص انتهت. تتكلف قد ايه بقى طبخة ويكا زي دي؟ يعني ممكن نعملها بالمرقة بس مش هتتكلف. لو الامور اتحسنت ماديا طبيخك في البيت هيتغير؟ طبعا لازم اكل كل شهر، اكل كل خميس، اكل مرتين في الاسبوع. اكل مرة خضار ولحمة بقى. انا حاسس ان دي المرحلة الاهم في الويكا. كده وهي مستويه وطريه فهتتفك من بعضها عشان هي مقطعه صغيره. دي كانها مضرب زي الخلاط او المضرب. الست اللي في الصعيد اللي ما تعرفش تعمل ويكه بقى يقولوا عليها ايه؟ يقول عليها رحمه. ايه؟ رعنة. رعنة؟ خايبة. خايبة. شفت عاجبه جدا ازاي؟ فك تاني خالص. طعمها تاني. جميلة جدا. شكرا يا مروة. سلام عليكم. يا رحمتين. نحط الطبلية وناكل مع بعض أكلة شعبية. هنخليها مرة تانية؟ طفات البوتاجاز. طيب. أكلة شعبية لازم تذوق الوكا تحت المرة العجوزة دي. طيب ربنا يديك الصحة.